وسائل الدعوة إلى الله هل هي توقيفية؟ وهل هناك فرق بين الوسائل والمناهج؟ المنهج توقيفي، المنهج توقيفي، أما الوسائل تختلف باختلاف الأزمان. مثلا الميكروفون الآن، الإذاعة ما كانت موجودة من قبل، وهي وسائل نافعة تبلغ، هذه وسائل. فرق بين المنهج وبين الوسائل، الوسائل في كل وقت بحسبه، وأما المنهج فهو منهج الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزاد عليه. نعم.